الدوري، شفت اللعيبه. انا لو عندي ماتش وعندي مش معسكر، مش عارف اعطيلك ليه، مش عارف اعطيلك ولا واحد اصلا يستاهل ان يلعب منتخب مصر. لا ما انت دلوقتي كابتن حسام البدري عنده معسكر، هو الكابتن يحط، انا مش هحط. ايوه ما انا بقول مش هحط عشان ما اظلمش لعيبه. ليه خايف؟ والله ما خايف، انا مش فاكر لعيبه. ما يعني انت يعني انا اقول لك مثلا الشناوي ابو جبل، مين اللي يقف في حراسه مرمى منتخب مصر؟ طيب امتى الكلام ده؟ الكلام ده خلاص، ما انت عارف التصفيات في نوفمبر. اه طيب بعد شهر ماشي، بعد شهر اقول لك. ماشي يعني ندينا ابرز الناس اللي دلوقتي اللي في الدوري. انت شفت ماتشات الدوري؟ اقول لك كابتن رضا، انت شفت الماتشات دلوقتي؟ بجد انا عايز سيبك من الشناوي وابو جبل، هات لي باك رايت وباك ليفت. ما انا اللي بقول لك، ما انا بقول لك اهو. انا كنت مستني محمود، مستني محمود وحيد يلعب وعبد الشافي يرجع من الاصابه عشان نقول ده. عبد الله جمعه ما عجبكش؟ لا طبعا. طيب بالنسبه طيب بالنسبه لقلب الدفاع، في عندك محمود علاء، عندك الونش، عندك رامي ربيعه، عندك ايمن اشرف، عندك باهر محمدي، عندك محمود رزق. كل ده يعني مين ابرز اللعيبه اللي يعني عايز اطلع منك ان طب وخالد رضا بتاع النهارده بتاع وخالد رضا ده لعيب كويس قوي، خلي بالك. خالد رضا انا حاسس ان هو يعني عندي خالد رضا ده احسن من رامي ربيعه ومحمود علاء. طبعا في ناس هتهيج دلوقتي والكلام ده، بصوا الكورت وبصوا الوقت. بس محمود علاء لعيب كبير يعني، لعيب تقيل. انت بتقول لي على منتخب مصر، انا ماليش دعوه بقى. انت مش عايز تزعل حد؟ لا والله ابدا. على اساس ان انت ما بتزعلش حد. خالص. يعني على اساس انت عايز ايه؟ يعني انت مش عايز تزعل حد، على اساس انت ما بتزعلش حد. انا دلوقتي كنت مستني مثلا محمود وحيد يلعب النهارده. طب مين اللعيبه اللي عجباك يا اخي؟ الله، مين اللعيبه دلوقتي؟ ولا اللي كان عاجبني كان رمضان صبحي وبن شرقي واجاييه قبل ما مستواه يقع. بن شرقي، رمضان صبحي، واجاييه قبل كورونا. يعني كابتن حسام البدري الماتشين اللي اداهم الله يكون في عونه بجد، اقسم بالله. انا قلت الشريحه زادت واللعيبه زادت زادت فين؟ ما انت عندك نواقص في كل حته. يعني انت عندك هات لي طرف باك رايت، هل محمد هاني يقدر يستحمل؟ انت مش عاجبك محمد هاني؟ لا، يستحمل الماتشات الدوليه اللي جايه. امال هم لا يستحمل امتى يعني؟ مش فاهم يعني محمد هاني مش هيستحمل ليه يعني؟ اذا كان جمهور الاهلي قالب عليه، يعني جمهوره قالب عليه، يبقى ازاي هيدي في منتخب مصر؟ احنا هنتكلم بقى يعني احنا عندنا مشاكل في منتخب مصر في الطرفين، سواء باك ليفت او باك رايت. ما عندناش مشاكل بعد في قلب الملعب، باك ليفت بقى باك ليفت وباك رايت. باك رايت حاليا لان طبعا احمد فتحي 36 سنه وما بيلعبش. طب مصطفى محمد يحل لنا مشكله راس الحربه؟ يحلها بس بشرط يكون في مستواه، مش في مستواه لاعب محمد صلاح فيرود وحش حواليه. حش بقى حواليه وسيب محمد صلاح يبرطع. ايه بقى اللي حش حواليه يعني؟ يعني لاعب واحد رمضان صبحي مثلا، حد يكون مطقطق ناحيه الليفت وناحيه الرايت، وواحد يكون النني يرجع. مشكله النني، بص هو بره ده شرف لينا ان هو بيلعب بره، تمام، وفي نادي كبير. انا قلت الكلام ده مليون مره، انما لما بيجي هنا بيتحرفن، ما بيلعبش كورته اللي هو بيلعبها هناك. انت عارف لو لعب في الارسنال يقعد طارق حامد ويقعد. لا هو بيلعب مع طارق حامد، مش هيقعد طارق. لا حامد، لا هو بيلعب ديفندر، ما فيش حد بيقعد طارق حامد يعني، هو بيلعب جنب طارق حامد. طب وحمدي فتحي لعيبه كبار، ما قلناش حاجه. انت بص الفتره اللي جايه دي بقى، هو طارق حامد لعيب جامد فمحدش يقدر يقعده. لا مش شرط، مش شرط.